بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن حياه القوه وحياه النصره في المسيحيه، القوه والنصره، واعتمد في ذلك على بعض ايات من سفر نشيد الاناشيد ايضا. هقول شويه ايات وبعدين نخش في الموضوع. بيقول قد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. وطبعا الآية دي تدل على ان هذا ليس حبا شبابيا، فمش ممكن اي بنت وادي يقول لها انت زي فرس في مركبات فرعون، دي كانت ترفسه، مش معقول ابدا. دي اصحاح 1:9، وبعدين يقول هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة اسرائيل كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل، ناس جبابرة وقابضون سيوفا ومتعلمون الحرب. وبعدين ايه تاني؟ في اصحاح 6، انت جميلة يا حبيبتي كترسة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية، حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني. مرهبة كجيش بألوية، طبعا مش ممكن ده يكون حب جزاني برضو، واحد بيحب لوحده يقول لها انت مرهبة كجيش بألوية، مش معقول. وبعدين يقول من هي المشرقة مثل الصباح، برضو في اصحاح 6، جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية، مرة تانية. فمن هذه الحبيبة المرهبة، محبوبة ومرهبة كجيش بألوية؟ طبعا مش مرهبة بالنسبة لربنا، مش مرهبة بالنسبة لأي واحد عايز ياخدها من ربنا تبص له بس كده تلبسه، كجيش بألوية. ألوية جمع لواء، جمع لواء، لواءات الجيش، تلاقي الجيش متكون من ألوية، من كذا لواء، كل واحد بيقود لواء، وهي زي جيش بألوية، يعني مش كلواء ولا فرقة ولا فصيلة ولا سرية ولا كتيبة، دي ولا لواء حتى ولا علاي، دي مرهبة كجيش بألوية، مجموعة ألوية تكون جيش. هذه هي النفس البشرية التي عاشت مع الله فأخذت من قوة الله في حياتها. البعض يفهمون حياة الوداعة والاتباع فهما خاطئا، قد يظنون فيه ان الانسان يبقى ضعيف ومسكين وغلبان، اما رجل الله فهو انسان قوي جبار من جبابرة الحرب، مرهب كجيش بألوية، كفرس في مركبات فرعون، له قوة
من الله. ولذلك لما ربنا اراد ان يرسل تلاميذه قال لهم انتظروا لغاية لما تاخدوا القوة ولا تسلكوا كضعفاء. ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. قال لهم هتاخدوا قوة، قوة من الروح القدس، وحينئذ تكونون لي شهودا. ولذلك الكتاب يقول ملكوت الله كان ينتشر بقوة، أو ملكوت الله يأتي بقوة. وكان أولاد الله عندهم قوة حتى في خدمتهم. استفانوس كان يتكلم، وقف أمام مجامع لم يستطيعوا أن يقاوموا الروح والقوة التي كان يتكلم بها. كان ملكوت الله ينتشر بقوة. والمسيحية باستمرار هي ديانة قوة، ولكن قوة الروح مش قوة الجسد، مش قوة العناد، مش قوة عالمية، قوة روحية، قوة الروح وهو يعمل في الإنسان. ولذلك الكنيسة قوية مرهبة كجيش بألوية، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. وأولاد الله هم جماعة الغالبين، جماعة المنتصرين، على الأقل في فترة العالم جماعة المقاتلين. ولذلك نجد عبارة جميلة موجودة في أول سفر العدد، لما ربنا أراد أن يعد شعبه فقال إيه؟ قال احصوا كل الجماعة. مين الجماعة دي اللي هنحصيها؟ قال من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب. من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، الاشخاص الناضجين، الاشخاص الاقوياء، الاشخاص الخارجين للحرب الذين يحاربون حروب الرب في قوة. ادي دول اولاد الله اللي بيحارب بيهم، اللي بيغلب بيهم العالم، اللي بيغلب بيهم العالم. لما نقرا سفر الرؤيا نرى صورة جميلة للمسيح يقودنا في موكب نصرته، يقودنا في موكب نصرته. وكل ملاك من ملائكة الكنائس السبع كان بيسمع العبارة دي، من يغلب أعطيه كذا وكذا، من يغلب أعطيه إكليل الحياة، من يغلب أعطيه اسما جديدا، من يغلب أجعله عمود في هيكل الله. من يغلب يرث الملكوت. أنت حاليا على الأرض في فترة حرب، حرب مع الشيطان، حرب مع الجسد، حرب مع المادة. تغلب، تنتصر، تاخد اكليل،
من يغلب؟ تغلب ازاي؟ الله يقودك في موكب نصرته. ولذلك الكنيسة الغالبة احنا بنسميها الكنيسة المنتصرة، بنقول فلان جاهد الجهاد الحسن على الارض واكمل السعي واخيرا انتقل الى الكنيسة المنتصرة. الكنيسة الغالبة التي تأخذ اكاليل الغلبة. اذا المسيحية ليست ضعفا، ليست ضعفا، دي قوة ونصر، ولا بد انك انت تنتصر. وسيحاربك الشياطين ويحاربك الفكر وتحاربك كل انواع الخطايا ويحاربك الناس الاشرار، ولكن تصمد وتقاتل وتنتصر. ازاي؟ بولس الرسول قال كده في افسس 6، قال اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. مش بس في قوة ربنا، ده في شدة قوته. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. ده انت في قتال، في حرب مع اجناد الشر الروحية. وبتحارب ازاي؟ بيقول من اجل ذلك سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير. اثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق ولابسين درع البر. انسان بيقاوم الشيطان. وبطرس الرسول لما بيقول ان ابليس زي اسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه، بيقول فقاوموه راسخين في الايمان. قاوموه، مش تشوف الشيطان تهرب منه ولا تخاف. قاوموه راسخين في الايمان. وبيقول قاوموا ابليس فيهرب منكم. في مقاومة، في حرب، في جهاد، في رجالة مع ربنا. من كل ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب. انت بتخرج بالمعمودية تخرج للحرب على طول، خارج للحرب ولابس درعك ولابس سلاحك. ولهذا بيقول منطقوا احقاءكم، زي ما يوحنا كان لابس منطقة على حقويه، مستعد رابط ومستعد ورابط. ولبس المنطقة رمز للجهاد ورمز للحرب من اجل الله. قاوموه راسخين في الايمان. هتصارع مش مع لحم ودم، مع اجناد الشر الروحية، وما تخافش ابدا. وهذه الحرب الروحية ربنا شرحها كتير لأرميا النبي وقال له ما تخافش منهم، وانا هجعلك كمدينة حصينة. وكأسوار من نحاس يحاربونك ولا يقدرون عليك، لاني انا معك. حياة النصرة. جميل جدا ان الانسان يحيا في حياة النصرة، يشعر ان القوة التي اخذها من الله لم تضع عبثا،
لانه ماسك سلاح الله وبيشتغل بيه، وكل يوم يغزو ارض جديده من اجل ربنا، وكل يوم يضم قطاعا جديدا الى مملكه الله. وكانت كلمه الرب تنمو وتزداد. ازاي؟ قوه من ربنا. هذه القوه اعطانا فيها الله سلطانا على جميع الشياطين، وقال لنا فيها تدوس الحيات والعقارب وكل قوه العدو، واخضع كل شيء تحت قدميه. ومنذ ان خلق الانسان خلق قويا وصاحب سلطان. ادم في الجنه كان قوي وكان صاحب سلطان، واعطاه الله سلطان على كل كائنات الجنه، لكنه انهزم في الحرب، لكن كان عنده قوه. وبدات اسلحه الله توزع على المؤمنين، لذلك المؤمنون اشخاص مسلحون بسلاح الله الكامل. يا ريت البس سلاح واحد، البس سلاح الله الكامل بكل انواع الاسلحه، معك سلاح الايمان وسلاح البر، ومعك سلاح الصبر احيانا، ومعك قوه تقاوم بيها كل ضربات العدو. هذه القوه وجدناها ظاهره في انشوده داوود الحلوه، اللي بيقول فيها ايه؟ ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. الحصاه والمقلاع في يدي وجولياث تحت قدمي، اغني اغنيه لله. هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب قمنا واستقمنا. دول سقطوا، لكن احنا لا، في قوه في سلاح الله الكامل. صحيح انا اشبه حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، فرس يخش في الحرب قصاد السيف وقصاد القتال وبيهجم في مركبات قتال مش في مركبات فسحه، فرس في مركبات فرعون. ادي النفس البشريه، هل تشعر بانك فرس في مركبات فرعون؟ هذه هي النفس التي قال عنها الله مرهبه كجيش بانويه. عارفين النفس المرهبه دي ربنا بيفتخر بيها، يفتخر بيها وما يهموش لما يرميها في وسط الحرب. يقف الشيطان قصاد ربنا، وبعدين ربنا يقول للشيطان: هل وضعت قلبك على عبدي على عبدي ايوب؟ فانه ليس مثله، رجل كامل ومستقيم ويتقي الله ويحيد عن الشر. ده ربنا بيتحدى الشيطان بايوب، يعني تقدر على ده؟ تقدرش عليه ابدا، رجل ليس مثله. مال يا رب ايوب له نفس مرهبه كجيش بالويه، ويقول عجيبة دي، مش معقولة الكلام ده. ويروح الشيطان وما يقدرش على أيوب، ويخرب البيت ويدوت العيال وما يقدرش على الراجل، ويضربه بالقروح وما يقدرش عليه. نفس مرهبة كجيش بألوية. خليك فرق في مركبات فرعون شديد كده، مش واحد تجرى له حاجة يقول انا تعبت نفسيتي تعبانه اتعقدت ببكي مش قادر هسيب الكنيسه، ايه اللي شغل العيال ده؟ ده كلام مش شغل
رجال الله اللي بيقول جبابرة يحملون سيوفا وكل راجل منهم سيفه على فخذ من هول الليل. قل تعقبت وتعبت ويئست وخفت. هذا كلام اليأس ليس كلام الأقوياء. ليس كلام الأقوياء. ما دام وقت صلاح الله الكامل ما تخافش أبدا. الشيطان هو اللي يخاف منك. مرهبة. مرهبة يعني بترهب غيرها. بتخوف. بتخوف فعلا. نفوس القديسين كانت تخوف الشياطين. لما القديس ابو معار راح جزيرة فيله قعدوا يصرخوا الشياطين ويقولوا له سيبنا لك البرية بتاعت وادي النطرون جاي لنا هنا بتجري ورانا وقعدوا يعيطوا يصرخوا. ناس اقوياء. قصة قلتها لكم زمان وجت في البستان. قديس من القديسين جاي حرب شيطان ربطه خارج القلاية وجه شيطان ثاني ربطه خارج القلاية واحد ثالث ايه يعني ايه ربطه خارج القلاية ده؟ واحد يقف قصاد الكلمة دي ويقول سيب الوعظة شوية وسيب مسرح في العبارة دي. يعني ايه ربطه خارج القلاية؟ وبعدين بعد ما ربطتهم قعدوا يصرخوا. فبص لهم القديس وقال لهم امضوا واخذوا. واخذوا يعني امشوا وكسفوا. مشوا يصرخوا. يدوروا على مين؟ حبيبتي مثل فرس في مركبات فرعون. ربنا يبص للنفس دي اللي ربطت الشياطين ويقول حبيبتي اشبهها بايه؟ بفرس في مركبات فرعون. الحياة الروحية هي حياة قوة. قوة إلهية في النفس بتعمل فيها. سواء من ناحية الحرب ضد الخطية أو من ناحية الخدمة نفسها. في إنسان بيخدم بقوة. كل كلمة تخرج من فمه قوية وفعالة. كل كلمة تخرج من فمه لا ترجع فارغة. فيها قوة الروح. المسيح لما كان بيتكلم كان قوي. عشان كده قيل عنه انه كان يتكلم بسلطان وليس كالكتبة. كلام بسلطان. الناس قالوا لم نسمع كلاما مثل هذا. ليه؟ في قوة. فرس في مركبات فرعون مرهبة كجيش بألوية جبابرة من جبابرة الرب. ولهذا كانت كلمة الرب تم وتزداد. خدمة قوية. خدمة ملتهبة بالروح القدس. يسمع ان بولس يتكلم وهو اسير مربط بالسلاسل ومسكين الجنود. ولما تكلم عن البر والدينونة والتعفف ارتعب في لبس الوالي. عمرنا ما شفنا والي بيرتعب امام الاسير بتاعه. قاضي بيرتعب امام المتهم. دي ما حصلتش ابدا. ارتعب في نفس الوالي. من ايه؟ من قوة الكلمة التي يتكلم بها بولس. قال له بقليل تقنعني ان اصير متهين. قال له بقليل وبكثير. ده راجل مش همه حد. راجل قوي. وبولس الرسول يتكلم امام اغرباس الملك وهو اسير قصاده وبيتحكم وده ملك.
يقول له أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. مش قادر يتكلم أغريباس. قال له طب روح دلوقتي، أنا لما لقى وقت أبقى أجيب. مش قادر. ليه ده؟ فبيكلمه بقوة. أتؤمن؟ أنا أعلم أنك تؤمن. يجي إنسان يتكلم كلمتين بتاع ربنا ويبقى مكسوف وخجلان وبيتلجلج لا لا، ده قوة. ده داود قال تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخذه. شايفين الكلام؟ تكلمت بكلامك بشريعتك بنموتك أمام الملوك وإيه؟ ولم أخذه. في قوة، قوة موجودة في إنسان بتاع ربنا. تعجبني كلمة قالها الأنبا أنطونيوس لما زاروا القديس أبا مقار، قعد معاه شوية وبعدين الأنبا أنطونيوس قال إيه؟ إن قوة عظيمة تخرج من هاتين اليدين. كلام كده يبس. قوة عظيمة تخرج من هاتين اليدين. في إنسان تقعد معاه تشعر إنه قوي، يقدر يشيلك، يشيلك ويشيل خطاياك ويشيل طباعك حتى الوحشة ويشيل مشاكلك، يحطك على كتافه ويمشي بيك. وواحد تاني تجره في السكة ويعطر وتجره وتبقى انت اللي عايز تشيله. فين اولاد الله لازم يكون عندهم قوة. لهم سلاح الله الكامل، اخذوا قوة من الروح القدس، اخذوا قوة من النعمة الالهية، اخذوا قوة صلاة، قوة صلاة، قوة في الخدمة، قوة في السلوك في التصرف. مش واحد تكلمه يداري الكلام بكدة وتكتشف الكدة يداريها بكدة تاني، الكدة ده عنده قوة. ده وقاعد يتعثر يمينا وشمالا، بصله كده وترسي لحاله خارت قواه. يجي الشيطان يقول له ويلاه منك يا مقارة. ويلاه، اي شيء تفعله ونحن لا نفعله. وبشيء واحد بتغلبنا بالتواضع. التواضع له قوة ايضا. التواضع ممكن يغلب، ممكن يغلب الشياطين. أنبا أنطونيوس بيقول أبصرت فخاخ الشيطان مبسوطة على الأرض، فقلت يا رب من يفلت منها؟ قال له المتواضعون يفلتون منها، لأن المتواضعون عندهم قوة. وأحيانا كانت قوة الاتضاع بتحرق الشياطين. أوعى تفتكر القوة يعني تعمل كده شتوانة، لا، لما الاتضاع له قوة ليست من قوة العالم. جنياد كان له قوة عالمية، قوة سلاح وقوة جسم وراجل طويل وعريض، والبتاع الصغير ده داود ده كان أقوى منه، لأنه في قوة من روح الله. قال له أنا عاتيب باسم رب الجنود، واسم رب الجنود ده قوة، قوة معاه. انت عندك قوة ولا عندكش قوة؟ يقول الكتاب اختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الاقوياء. الضعف دول اللي بينين امام العالم ضعفة متواضعين وغلابة ومساكين، ربنا بيخزي بهم الاقوياء، بيخزي بيهم الأقوياء. وهكذا بداود أخذ جولياث. إذا عشت مع الله
فخذ منه قوة، لا تعتمد على قوتك البشرية ولا على قوة ذراع، إنما على قوة الرب. يخش في حروب الرب وانتصر. وداود يقول ايه؟ احاطوا بي مثل النحل حول الشهب، والتهبوا كنار في شوق، وخفت منهم ابدا، وباسم الرب انتقمت منهم. يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة، فلن اموت بعد بل احيا واحدث اعمال الرب. دي اغنية الناس المنتصرين اللي عاش مع ربنا. مهما احاطت بيهم المشاكل، ومهما احاط بيهم العدو، احاطوا بي مثل النحل حول الشهر، لالتهبوا كنار في شوق، وباسم الرب انتقمت منهم. يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، فلن اموت بعد بل احيا. دي اغنية فرس في مركبات فرعون، اغنية فرس في مركبات فرعون. منين ما تلاقي نفسك وقعت في الخطية والفين القوة؟ مفيش. طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. اقوياء بقوة عالمية، لكن قوة الله، قوة ربنا سور حقيل حول الإنسان. داود يقول إيه؟ قوتي هو الرب، قوتي هو الرب، خلاصي هو الرب. هل أنت قوتك الرب نفسه؟ وليك قوة يعني ليك الرب، ولابس القوة يعني لابس الرب. مش قوة العالم ابدا. لما داود لبسوه لبس العالم، الدرع والخوذة والحاجات دي رماهم، انهم مش مولف على الحاجات دي ما تنفعنيش، انا عايز قوة كده من ربنا كده. اسم رب الجنود. الشهداء كانوا بيربطوهم ويمسكوهم ويقفوا قصاد ولاه وقضاه كمتهمين وعذابات، وفي كل قوة كانوا ينتصرون. وعمرنا ما شفناهم خافوا، قوة كبيرة جواهم. كل العذابات دي ما كانتش تأثر، ولا التهديدات ولا الإغراءات ولا التهديدات ولا حاجة أبدا. قوة كبيرة موجودة في الناس دول. يقول له اهرب يا شيطان، يمشي. نريد القوة من ربنا التي تستطيع ان تصنع عجائب في الانسان، القوة التي تقيم المسكين من التراب وترفع البائس من المزبلة لكي يجلس مع رؤساء شعبه. قل يا رب انا هذا البائس اللي ترفعني من المزبلة، أنا هذا المسكين اللي تقن من التراب لكي أجلس مع رؤساء شعبك. ليس لي يا رب قوة، أعطيني قوتك أنت. ليس لي سلاح، أعطيني سلاحك الكامل. أنا لا شيء قدامك، ولكن بك أستطيع كل شيء، في قوة من عندك. لا، اولاد الله مش لهم قوة ضد الشيطان ولا ضد الخطية، ده لهم قوة مع ربنا نفسه، مع ربنا نفسه. زي يعقوب اللي بيقول جاهد مع الله والناس وغلب. النفس البشرية اللي ربنا يقول لها حولي عينيك عني فانهما قد غلبتاني. موسى النبي اللي يقف قصاد ربنا ويكلمه ويجادله، وبعد ما يجادله يقول الكتاب فندم الرب على الشر وقال له طب خلاص، ايه ده؟
هو مع ربنا؟ حاجة مش معقولة دي. ناس لهم قوة الصراع مع الله، يعني يقف مع ربنا ويتخانق مع ربنا ويصارع مع ربنا وما يسيبش ربنا غير لما ياخد منه قوة، يقول له لا اتركك حتى تبارك. لا اتركك يعني هتقول لي ان انا حشرة قدامك او حشرة وقلبت فيك ومش هتركك برضه، وهحشر نفسي في مجالك لغاية لما اخد منك قوة. كل واحد يجادل مع ربنا. ده في ناس لهم قوة الصلاة، يتناقش مع ربنا ويجادل وياخد ويدي ويقنع الله ويبقى ربنا مبسوط. ناس عندهم قوة. والله ربنا يقول لموسى اتركني اهلك هذا الشعب، اتركني اتركني وانا مين انا اللي اتركك؟ لا انا مش قادر، مش قادر عليك، انت ماسك فيا اتركني. صدقوني الواحد يقف قصاد الايه دي كده ويفرح جواها شويه، ايه اللي ربنا بيقول له اتركني اعمل كذا؟ طب انا مين يا رب اللي اتركك ولا اخليك ولا بتاع؟ ناس لهم قوه، لهم قوه حتى مع ربنا. ربنا بيستريح جواهم، بيجد راحته فيهم، ينظر الى قلب الواحد فيهم ويقول ها هنا اسكن لاني اشتهيته. بياخد قوه الانسان، بياخد قوه لما يتحول الى صوره الله ومثاله. ما دام صوره الله يبقى ليه قوه. لما يبقى ابن حقيقي لله الابن له قوة. عيشوا في حياة القوة وفي حياة النصرة وفي حياة الغلبة الحقيقية، ولا يكون لكم روح الانهزام ولا روح الفشل ولا روح الخوف من العدو. عارف امتى تخاف؟ لما قلبك يتعجرف من جوه وتفتكر انك انت اللي قوي، هدي تخاف. لكن ما تفتكرش انك انت قوي، قل انا اضعف الناس وربنا هيديني قوته، ولما يديني قوته ابقى فرس في مركبات فرعون. انا لا املك سلاحا لكن ربنا هيديني سلاحه، ولما يديني سلاحه هحارب حروب الرب وانتصر. ادي ربنا اللي بيدي قوه. في انسان قوته في الذكاء، في الحيلة، في السياسة، في العمل البشري، لكن دي قوة عالمية ما بتنفعش قصاد ربنا، ما بتنفعش كعملة زائفة، كعملة زائفة لا تستطيع ان تشتري بها ذهبا مصفى زي اللي قال عليه في سفر الرؤيا. تقدرش ربنا يقول لك ما تنفعش الحاجات دي يا حبيبي. فلتكن لك قوة التلاح وقوة الاتباع وقوة الانتحاق امام الله وقوة الجهاد في حروب الشياطين وقوة النفس الابية الطاهرة التي لا تنهزم امام حيل العدو. تغني للرب كل يوم انشودة جديدة وتفرح بالرب في قوة. قوة ليك كفرد وقوة للكنيسة وقوة بمعناها الحقيقي. في انسان يفتكر لما يهزم واحد في مناقشة انه قوي، ابدا. في انسان يفتكر لما يبرر ذاته يبقى قوي، بالعكس القوي هو اللي يعترف بخطيته مش اللي يبرر ذاته.
القوي مش الشخص اللي يقول انه بلا خطيه، القوي هو الشخص اللي يقول انا كل خطيه. ليست القوه ان تنتصر على الاخرين، انما القوه انك تربح الاخرين، والقوه انك تحتمل الاخرين. كويس الانسان يكون قوي، لكن لازم يكون فاهم ما هي القوه بمعناها الحقيقي. مش القوة ان واحد يقول لي كلمة رد عليه باثنين، انما القوة انما استطيع احول الخد الاخر، واستطيع امشي الميل الثاني، واستطيع احتمل. اطلب اليكم ايها الاقوياء ان تحتملوا ضعف الضعفاء، اللي بيحتمل هو القوي. خليك قوي بالمفهوم السليم مش بالمفهوم العالمي، وخلي قلبك واسع يستطيع ان يحتمل كل شيء، ويصبر على كل شيء، ويرجو كل شيء. الانسان اللي بيغضب بسرعة مش قوي، واللي بيخبط فدا وفدا مش قوي، واللي بيفتخر بنفسه مش قوي. القوي هو الانسان الذي له نقاوة القلب، فيصبح قلب قوي عبارة عن قوة كبيرة طاهرة كالشمس، جميلة كالقمر، مرهبة كجيش بألوية. وكل الذين عاشوا مع الرب اخذوا من قوته، تركوا قوتهم الذاتية واخذوا من قوة الله. موسى ترك قوته القديمة اللي ضرب بها المصري وقع على الارض وعمل هيصة، تركها وراح في البرية تخلص من قوته. ولما رجع لربنا وقال له لست صاحب كلام لا اليوم ولا امس، اصبح الشخص القوي، لانه اخذ الاطلاع واخذ النقاوة وترك الغرور وترك الاعتماد على النفس. نريد نفوسا قوية تحارب حروب الرب، قوية بالروح القدس، وقوية بالطهارة والقداسة،